مساء الخير على أحلى جمهور في الدنيا، جمهور الأهلي. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج السادسة. الحقيقة أيام قليلة قوي بتفصلنا عن عودة الروح والحياة والشغف للملاعب المصرية. كلنا مستنيين عودة الدوري المصري، كلنا مستنيين نشوف الأهلي هو بيمتعنا بأدائه بانتصاراته من جديد. يوم الحد اللي جاي إن شاء الله عودة الدوري، والحقيقة أن جمهور الأهلي بيضرب مثال في الأروع، مثال في الوفاء والحب، وانه دايما في ظهر النادي، وباذن الله هنشوف ده يوم الحد اللي جاي. مساء الخير عليك يا احمد. مساء الخير يا ساره، ومساء الخير على كل الاهلاويه اللي بيتابعونا 6 مساء بتوقيت القاهره. نكون مع حضراتكم انا وساره جوله، طبعا زي ما حضراتكم اتعودتم في اهم الاخبار. وزي ما قالت ساره، كله بيسخن، مش بس اللعيبه ومش بس الفرق، الناس كلها الحقيقه وحشها رجوع المسابقات مره ثانيه. وخلاص احنا بنتكلم على ساعات بسيطة جدا وترجع المسابقة، ومسابقة الدوري العام تستأنف نشاطها مرة تانية، ومن بعدها إن شاء الله ندخل على بطولة إفريقيا. كلها ماتشات مهمة بالنسبة لجمهور النادي الأهلي، وكلها ماتشات مهمة عشان نحقق البطولتين. والحقيقة النهاردة يمكن بالمناسبة دي يا سارة، بمناسبة استئناف النشاط مرة تانية، احنا فاتحين ملف في غاية الأهمية، يمكن يكون مرتبط بشكل مباشر باستئناف البطولة مرة تانية، لكن الحقيقة هو ملف يستحق كل الاهتمام من كل القائمين على ملف كرة القدم. احنا نتكلم على كرة النهاردة بقت تجارة وصناعة واستثمار كبير جدا، بتنفق عليه مليارات، مش هقول ملايين، مليارات الجنيهات. وبالتالي ركن أساسي من نجاح النشاط ده هو التحكيم. النهاردة في السادسة بنفتح ملف التحكيم المصري، والحكم المصري تحديدا جاني أم مجني علي. نبدأ مع حضراتكم حلقتنا بأهم العناوين. الأهلي واصل تدريباته الرئيسية على التتش استعداداً لعودة الدوري. فيفا بيختار 6 حكام أفارقة في القائمة الأولية لكأس العالم 2022. الجنايني ملف الموسم المقبل من اختصاص المجلس الجديد. اتحاد الكرة بيعلن أن الإعلان عن اللائحة الجديدة بمجرد اعتمادها من فيفا. لونجلي بيقول محمد صلاح من أفضل المهاجمين في أوروبا. رابطة مشجعين ألمانية بتنتقد خطط عودة الجماهير للملاعب. يا مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. قبل ما ندخل في تفاصيل اخبارنا النهارده، اسمحوا لي بس اعقب على واحد من الاخبار اللي يمكن انتشر النهارده، تم بثه من خلال واحده من الاذاعات صباح اليوم، وانتشر بعد كده يمكن بشكل كبير على السوشيال ميديا، والخبر كان متعلق وهو خبر غير صحيح على الاطلاق. الخبر كان بيقول انه كابتن محمود عبد المنعم كهربا هيتنقل من نادي الاهلي لنادي النصر السعودي. والخبر ده زي ما قلنا لحضراتكم، وزي ما عدنا حضراتكم من الحلقة الأولى، إن كل الأخبار الغير دقيقة والمتعلقة بالنادي الأهلي هنصححها مع حضراتكم هنا، خصوصاً إنه الخبر ده يمكن يعني اتنشر في توقيت صعب شوية، توقيت الفرقة داخلة على بطولتين في منتهى الأهمية، في حالة تركيز شديدة جداً بين اللعيبة. كابتن كهربا بنفسه أعلن هنا في قناة النادي الأهلي إنه يعني في غاية السعادة والاستقرار مع النادي الأهلي، وبيوعد جماهير الأهلي في الفترة اللي جاية ان هو يطور من مستواه. والراجل الحقيقة زي ما بنتابع مركز جدا في التمرين مع النادي الاهلي عشان يسعد جماهيره. فبنأكد على حضراتكم هذا الخبر غير صحيح. احنا اتكلمنا مع المسؤولين في النادي، واتكلمنا مع وكيل كابتن كهربا، والاثنين الحقيقة مصادرنا اكدت تماما انه هذا الخبر غير صحيح على الاطلاق. فكان مهم ان احنا نوه لحضراتكم
عشان ده الى حد كبير طبعا يعني مش عايز اقول انه بيضرب استقرار الفريق، لكن النوع ده من الاخبار الحقيقه بيسبب حاله من حالات التوتر عند اللعيب وعند المسؤولين عن الفرقه. فكان مهم جدا ناكد لحضراتكم انه كهربا باقي مع الاهلي ومستمر مع النادي الاهلي، وانه خبر انتقاله للنصر السعودي خبر غير صحيح على الاطلاق. نروح بقى لأخبار الأهلي برضو يا أحمد، اللي بيواصل تدريباته اليومية حاليا على ملعب التتش استعدادا لعودة الدوري بمباراة إنبي يوم الحد اللي جاي. فايلر طبعا المدير الفني السويسري يعني بيكثف مع الجهاز الفني اجتماعات وجلسات مع لاعبي الفريق عشان يعالج أي مشكلة قبل طبعا بطولة الدوري المصري. هنروح كمان عشان نبقى أكتر موجودين في الخبر يعني ملعب التتش، هنروح معنا مراسلنا مينا ماهر. مينا مرحب بيك في برنامج السادسة، وعايزاك تطمني على جاهزية اللعيبة النهاردة. تحياتي ليك يا سارة، وتحياتي ليك يا أحمد، وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. من ملعب مختار التتش وتدريبات قوية جدا استعدادا لمباراة إنبي القادمة في الدوري الممتاز. يعني تدريب النهاردة يشهد حماس شديد جدا من جميع اللاعبين، حتى يمكن اللعيبة كانوا في غرف خلع الملابس من الساعة 4:30 يعني قبل ميعاد التمرين بساعة. يمكن كوتش ريني فايلر بيركز الفترة دي على التدريبات البدنية، يعني كان لازم التركيز على التدريبات البدنية بشكل كبير جدا، محتاجين الفرقة ترجع تاني للقوام البدني المطلوب. عندنا دوامة من المباريات المحلية والأفريقية. بنشكرك مينا، شكرا جزيلا. ويمكن من الأخبار اللي عرفناها النهاردة أنه كابتن صالح جمعة اشترك في المران الجماعي، والحقيقة صالح يعني كل المقربين منه بيأكدوا انه في حالة تركيز شديدة جدا، رغبة منه في انه يتصالح مع نفسه الاول، وبعد كده يتصالح مع جمهور الاهلي الحقيقة مستني منه كتير، وهو جدير ويتمتع بامكانيات الحقيقة فنية عالية جدا. نتمنى الحقيقة ان هو يفيد بيها نفسه ويفيد بيها فرقته ويفيد بيها منتخب مصر في النهائي. كمان يا احمد ياسر ابراهيم عشان اطمن الجمهور، بدأ جلسات العلاج الطبيعي، لاعب مهم ويعني طبعاً الفترة اللي جاية وياسر باذل مجهود ومركز جداً الحقيقة في الفترة الأخيرة بشكل كبير لولا الإصابة اللي حصلته في الماتش اللي فات، لكن الحقيقة إن شاء الله نتمنى إنه يتعافى سريعاً ويدخل فورمة. حمدي فتحي يرجع لنا إن شاء الله، وتبقى قائمة سعد سمير بعد كده، وندفد علامة استفهام الحقيقة كبيرة جداً حيرت كل جماهير النادي الأهلي، ونتمنى إن شاء الله كلهم إضافة للفريق وإن شاء الله يفيدوا فرقتهم في الفترة اللي جاية. نروح وبمناسبة إنه حلقتنا النهاردة سارة عن التحكيم، الحقيقة معنا خبر من الاتحاد الدولي الفيفا، الاتحاد الدولي لكرة القدم، اللي اختار بالفعل ستة حكام أفارقة عشان يكونوا متواجدين في القائمة الأولية الخاصة بالحكام اللي هيحكموا إن شاء الله ماتشات كأس عالم 2022 واللي هيقام حتى اللحظة في قطر. وفقا لما ذكره تقرير صحفي إفريقي، فالمصري الحكم المصري أمين عمر موجود في القائمة الأولية لحكام أفريقيا في كأس العالم اللي جاي إن شاء الله. القائمة كمان اللي اعلنها فيفا بتضم مع امين عمر من مصر، في رضوان جيد من المغرب، مصطفى غربال من الجزائر، ماجيت نداي من السنغال، باملاك سيما من اثيوبيا، ونجامبو ندالا من دوله الكونغو الديمقراطيه. بعد كده مفترض انه هيتم تصفيه حكام القائمه الاوليه قبل بقى يعني عده اشهر من موعد انطلاق كاس العالم اللي هيقام ان شاء الله في نهايه 2022. حاجه مشرفه يا احمد انه يبقى في حكم مصري في كاس العالم في قطر طبعاً. كمان كان الحكم المصري الوحيد في كاس العالم اللي فات في روسيا كان جهاد جريشة. امين عمر حكم ليه خبرات قويه جدا، شفت له ماتش في الكلاسيكو في الدوري التونسي كان النجم بيلعب الترجي، كمان كان من ضمن حكام كاس افريقيا للشباب 2019، فان شاء الله نشوفه في كاس العالم في قطر بيأدي أداء. الواحد بيفرح لما بيشوف أي عنصر حقيقي من عناصر اللعبة، سواء كان مدير فني، سواء كان حكم، سواء كان لاعب أو سواء كان إداري محترف موجود في دوريات، حتى ولو كانت دوريات أفريقية أو دوريات عربية. لكن الحقيقة بنيجي هنا عند الحكام في مصر ونشعر دايما إن في أزمة ثقة. يعني إحنا النهاردة الكلام على ماتش أهلي والزمالك 22 إن شاء الله 8 بنتكلم فيه إنه مش ممكن، وده طبعا قرار مجلس وزراء إحنا متفاهمين ده تماما، لكن خليني أقول حتى ولو ما كانش في قرار مجلس وزراء، هل يتمتع الحكم المصري بالثقة الكافية إنه يدير ماتش بحجم ماتش الأهلي والزمالك؟ وليه الحقيقة عناصر اللعبة مكتملة، سواء جمهور أو إدارات أندية أو لجنة حكام أو اتحاد كرة، ما يديش البوش دي أو الدفعة دي؟ أنا متفق معاك إنه في أزمة ثقة. ده واحد من الأسئلة أو المحاور المطروحة النهاردة في حلقتنا.
نروح لاتحاد الكوره واللجنه الخماسيه المكلفه باداره اتحاد الكوره. النهارده عمرو الجنايني رئيس اللجنه كشف ان الموسم المقبل ان شاء الله هيكون تحت اداره مجلس الجبليه الجديد، ولجنه المسابقات الحاليه برئاسه طبعا حسام الزناتي هي اللي هتحط الجدول الخاص بمنافسات الموسم اللي جاي. الجنايني كمان قال في تصريحات اعلاميه النهارده يمكن اتنشرت صباحا انه العشر شهور اللي فاتت الحقيقه شهدت انجاز عديد من الملفات اللي تولت مسؤوليتها طبعا اللجنه الخماسيه، وان اللجنه شغاله على انها تجهز كل الامور المتعلقه او التي الملفات التي لم تنتهي حتى اللحظه. طبعا ده بعد مد فتره عمل اللجنه من قبل الفيفا ساره لمده 4 شهور اضافيه. اتكلم على ماتشات المنتخب المصري، اتكلم انه في تنسيق وانه تم بالفعل اتفاق مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الاول ومع كابتن شوقي غريب مدرب المنتخب الاولمبي على كل التفاصيل المتعلقه باجنده المنتخبات في الفتره اللي جايه، وعندنا اكثر من مباراه وديه طبعا، وحسب التعديلات او حسب سير جدول الدوري العام، والاولويه طبعا هتكون في المقام الاول للمنتخبات. المنتخب الاول مفترض انه هيلعب يسار في شهر نوفمبر المباريات الرسميه، وكمان تم الاتفاق مع كابتن حسام البدري على كل التفاصيل. اما فيما يتعلق باستكمال مباراه الدرجه الثانيه، قال ان في اتجاه واحد لاستكمال المسابقات، وانه هيكون في مساحات طبيه للفرق اللي بتشارك في المسابقات المختلفه هتبدا ان شاء الله من النهارده وتستمر كمان على مدار الغد. في إطار الحديث كمان عن اتحاد الكرة، صحيفة الوطن النهاردة قالت أن مصدر داخل اتحاد الكرة قال أن اللجنة الخماسية هتعلن عن اللائحة الجديدة بمجرد اعتمادها وإرسالها من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، تمهيدا طبعا لإبلاغ الأندية أعضاء الجمعية العمومية بها. كمان الصحيفة قالت أنه نقلا عن المصدر كل الأمور المتعلقة باللائحة الجديدة للاتحاد بتيسر العمل نحو إعدادها وفق خطة العمل المرسومة والبرنامج الزمني المتفق عليه. كمان من الطبيعي أن يتم عرضها في صورتها النهائية بعد الانتهاء منها. المصدر ده كمان قال أن الأندية دي هتطلع على اللائحة الجديدة، وهيتم تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة تمهيدا لإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة يتولى مهمة شؤون الجبلية خلال الفترة المقبلة. طبعا الاتحاد تلقى الأسبوع الماضي خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم أشاد فيه باللجنة الخماسية وبأدائها في تنفيذ المهام المكلفة بها، وأشار إلى أن الظروف اللي اجتاحت طبعا العالم بسبب كورونا اتسببت في عدة أمور إن هم ما يقدروش يستكملوا المهام اللي كانوا المفروض يعملوها من الأول. الحقيقة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا كمان قرر زي ما قلت لحضراتكم إن هو يمد في فترة عمل اللجنة الخماسية 4 شهور، تنتهي إن شاء الله في نهاية 30 نوفمبر المقبل، عشان تقدر ترسم خريطة الطريق نعدي بيها من مرحلة صعبة أو مرحلة استثنائية، وإن شاء الله نتمنى أنها تعدي على خير. هروح مع حضراتكم لكليمون لونجلي مدافع الفرنسي الشهير مدافع البارسا. الحقيقة يمكن كليمون لونجلي في واحد من الأحاديث الصحفية معاه، ودايما حضراتكم المدافعين عارفين بيبقى عندهم القدرة بشكل كبير جدا على تقييم مستوى المهاجمين، يعني لما تكلم تحب تعرف مصادر الخطوره او نقاط القوه في اي مهاجم تروح لمدافع على طول، خصوصا لو مدافع كبير زي اسم كليمون لونجلي. الحقيقه هو اتكلم على ثلاثي ليفربول المرعب الحقيقه، واعتقد انه سواء المو او فيرمينيو او ساديو ماني بيشكلوا مثلث رعب لاي مدافع على مستوى اوروبا، بما فيهم الانديه الكبيره على مستوى الريال والبي اس جي والمان سيتي وبرشلونه كمان. هو اتكلم الحقيقه على الثلاثي ده بشكل كبير جدا، واثنى الحقيقه بشكل واضح على القدرات، ده على لسانه طبعا مش على لساني، على القدرات اللي بيمتلكها محمد صلاح طبعا مهاجم مصر ومهاجم ليفربول، وقال ان هو واحد من افضل المهاجمين في اوروبا بجانب كمان الثنائي ليفربول ساديو ماني وروبرتو فيرمينيو. وقال كمان لونجلي في تصريحاته على موقع الرسمي لنادي البارسا انه من افضل المهاجمين في اوروبا في الفتره الحاليه صلاح وماني، بيعتبروا على حد تعبيره لاعبان متفجرون بيشكلوا ثلاثي مع بالاضافه لفيرمينيو طبعا اللي بيقدر يخلق لهم مساحات كبيره جدا، والثلاثه دول من الصعب انك انت تتعامل معاهم كمدافع. اثنى كمان الحقيقه واشار لليفاندوفسكي المهاجم البولندي اللي بيلعب في البايرن، واحد من طبعا من يعني المهاجمين الافزاز الحقيقه. ليفاندوفسكي يعتبر واحد من اقوى رؤوس الحرب على مستوى العالم، وقال عنه انه مهاجم موهوب وجيد للغايه، وخصوصا
داخل منطقة الجزاء، وبيمتلك كمان مستوى عالي جدا من اللياقة البدنية، بالإضافة كمان لإشادات طالة لوكاكو المهاجم البلجيكي اللي بيلعب حاليا في الإنتر ميلان. وتكلم طبعا لوكاكو دبابة حضراتكم عارفينه، وبالتالي هو حتى بيقول يعني ان هو كان بيفضل دايما ان هو يبتعد عنه، يعني ما يلعبش جنبه او يلعب عليه بشكل مباشر. واثنى كمان حقيقة على ماركوس راشفورد مهاجم المان يونايتد، واتكلم على قد ايه انه سرعته ممكن تكون سبب في مشاكل كتيرة جدا لاي مدافع. طبعا يا احمد، برشلونه في ماتش مهم يوم السبت اللي جاي مع نابولي، كورس مكثف جمعه وسبت عشان بمناسبه لونجلي، ثمن نهائي اياب، ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا مع نابولي. متوقع مين يفوز برشلونه ان شاء الله؟ لا بس يعني انا شايف انه المان سيتي عامل سيزن في الشامبيونز ليج، يمكن هو في الدوري كان بعيد قوي من زمان، لكن شايفه مركز قوي في الشامبيونز ليج. انت عارف ان انا بشجع برشلونه زيك، وبرشلونه طبعا محتاج ان هو يتعادل سلبيا او يفوز الماتش ده علشان يقدر يتاهل لربع النهائي ويلعب الفايز من تشيلسي وبايرن ميونخ. طيب بصي، انا هقول لك حاجه بقى، يعني انا بشجع برشلونه جدا ومش هتضايق ابدا لو برشلونه فاز بتشامبيونز ليج، ده شيء يسعدني، لكن انا بشوف في فرقتين في اوروبا من حقهم الحقيقه ان هم يفوزوا بالتشامبيونز ليج بعد مواسم اكتر من موسم رائع، لكن في سوء حظ غريب بيقابلهم في التشامبيونز ليج تحديدا. البي اس جي بشوفه فريق متكامل جدا، ومن حقه الحقيقه ان هو يمكن غياب امبابي، لانه امبابي اصيب ياثر على مستواه وعلى مشواره في الشامبيونز ليج. وبشوف كمان المان سيتي خصوصا مع بيبي جوارديولا فريق متكامل بيلعب كوره حلوه، الفرقتين دول بتمنى على الاقل واحده منهم توصل للنهائي. والبارسا تفوز برضو، ما تزعليش نفسك، ما تزعليش نفسك. انتقدت مجموعة المشجعين الألمانية أور كيرف خطط إعادة الجماهير لمباريات كرة القدم الموسم اللي جاي، وده الأمر يعني الموضوع على جدول أعمال رابطة الدوري الألماني. جوس بيتر عضو مجلس الرابطة قال إن أزمة انتشار فيروس كورونا لا تزال مستمرة، كما أنها بتشهد زيادة في الحالات مؤخرا، وده الأمر اللي أكد خطورة السماح بالخطوة دي. قال كمان إن مع كل الرغبة اللي بيمتلكها في العودة للملعب، بس إحنا بنعيش في فترة صعبة جدا، المنطق بيقول انه لازم يكون في يعني حمايه صحيه، هي دي تبقى الاولويه بتاعتنا. وتابع بيتر كمان ان الانديه اللي يجب ان تقدم ضمانات بان بيانات الجماهير تستخدم في اي شيء اخر الا الحمايه الصحيه، وده طبعا في حال السماح للجماهير بالعوده بالتذاكر الشخصيه عبر الانترنت. كمان انتقدت روابط اخرى للمشجعين جوانب مختلفه من مفهوم رابطه الدوري الالماني، بما في ذلك منع المشجعين من الفرق الزائره من حضور المباريات. والمقترحات دي بتتضمن المقدمه من رابطه الدوري الالماني، السماح لعدد محدود من الجماهير بالعوده للمدرجات مع الموسم الجديد اللي هينطلق طبعا 11 سبتمبر المقبل بالجوله الاولى من كاس المانيا، لكن كل نادي بيحتاج للموافقه الخاصه من السلطات الصحيه المحليه في ولايته. عايزه اقول لك يا احمد، بعيد عن المانيا، حمدي فتحي النهارده انتظم في التدريبات نادي الاهلي، مش عارفه اذا كان هيلحق كده ماتش ام بي ولا متهيألي صعب شويه. صعب ماتش ام بي، بس الحمد لله ان هو يرجع يتمرن مره ثانيه، ولكن اعتقد هيبقى جاهز في الفتره الجايه. الكلام بيقول ان في امكانيه انه يشارك، بس انا حاسه انه صعب. هو يعني بقاله كتير يعني بعيد عن التدريبات بسبب كورونا، عشان يعني يستعيد لياقه الماتشات مره ثانيه اعتقد هياخد منه شويه وقت، وان كان الحقيقه طبعا ده يعني متروك للجهاز الفني، هو الاكثر قدره على انه يحكم على مستويات اللعيبه ومين يقدر ينفذ التكتيك بتاعه والخطه بتاعته جوه كل ماتش. انا مجهزين لحضراتكم النهارده انفوجراف لطيف جدا، بس قبل ما نتكلم عليه، حضراتكم عارفين انه في اوروبا دوريات مغذيه. يعني ايه؟ يعني لما نيجي حتى هنا مثلا، لما نيجي نتكلم على اهم الدوريات اللي بيحبها الجمهور المصري او اللي بيشجع فرقها الجمهور المصري، هنلاقي 3-4 دوريات على وجه التحديد. الليجا في اسبانيا، بونز ليجا في المانيا، الدوري الانجليزي طبعا عشان لاعبتنا الموجوده هناك، وحتى من قبل مو صلاح ما يكسر الدنيا في ليفربول كان الجمهور المصري بيحب يتفرج على بريمير ليج، ويمكن مثلا الكالتشو او الليج ان اللي هي بطوله فرنسا. غير كده ما لناش اهتمامات، يعني صعب تلاقي حد مثلا متابع قوي الدوري اليوناني او الدوري البرتغالي او حتى الدوري الهولندي، على الرغم ان الدوريات دي تعتبر من الدوريات المغذيه لاكبر واهم نجوم اوروبا. وعلى فكره في سنين يا ساره بيطلع من نفس الدوريات دي ابطال اوروبا، يعني شفنا في اياكس مثلا في اكتر من مناسبه قدر انه يحقق بطولات اوروبيه منهم تشامبيونز ليج، شفنا سبورتنج لشبونه في البرتغال، لكن تبقى الانديه في الدوريات دي دايما هي اللي بتكون مصدر للعيبه
اللي الى حد ما اسعارها مش غاليه قوي زي بقيه الدوريات. انا عايز اوقف حضراتكم بس مع الدوري البلجيكي ومع بلجيكا، التجربه في بلجيكا بشكل يعني على وجه الخصوص. بلجيكا النهارده اللي يدخل على موقع الفيفا يلاقي انه منتخب بلجيكا، حضراتكم عارفين انه احنا ما نعرفش كتير عن بلجيكا، ولو سالت اي حد في الشارع قول لي ثلاث انديه بتلعب في الدوري البلجيكي، يعني لو رد عليك وقال لك مثلا اندرلخت يبقى كتر خير الدنيا. بلجيكا النهارده على الموقع الرسمي للفيفا بتتصدر تصنيف منتخبات العالم وبتحتل المركز الاول على حساب منتخبات ليها باع طويل جدا، على حساب البرازيل والمانيا وفرنسا وايطاليا والارجنتين واسبانيا. تجربه بلجيكا في السنوات الاخيره تستحق انها تدرس. الدوله دي او القائمين على منظومه كره القدم في الدوره دي قدروا ان هم يبنوا نظام جديد خرج لاهم انديه العالم لعيبه كبيره جدا على مستوى هازارد وعلى مستوى دي بروين وعلى مستوى اوريجي وعلى مستوى لوكاكو وغيرهم، انا مش عايز انسى حد. لكن ازاي قدروا يعملوا النقله دي وازاي قدر منتخب بلجيكا في فتره بسيطه جدا يا ساره يوصل ان هو يناطح الكبار؟ يعني شفناه حتى في كاس العالم وصل سيمي فاينل وهي دوله ملهاش اي تاريخ وما عندهاش مسابقات محليه بنفس القوه اللي بتتمتع بيها. قدم اداء فعلا كويس جدا في كاس العالم. صحيح. على كل الاحوال نرجع لانفوجراف مره ثانيه، وبيتهيالي الانفوجراف ده هنعرض فيه مع حضراتكم بعض الارقام كده تتكلم على انه ازاي الدوريات الخمسه دي البلجيكي والهولندي واليوناني والبرتغالي والبرازيلي بتعتبر روافد ومصادر اساسيه لاكبر انديه اوروبا. ونرجع لحضراتكم مره ثانيه في السادسه انا وساره بعد الانفوجراف وبعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. حقيقة في لحظات تاريخية وأوقات
سعيدة جدا مرت على كل الأهلوية على مر التاريخ، محدش أبدا يقدر ينساها وما بنمحيهاش من التاريخ. في لحظة من اللحظات دي مباريات كبيرة مهمة حاسمة لعبها الأهلي قدام فرق كبيرة، سواء كانت إفريقية أو مصرية، حقق من خلالها طبعا الأهلي إنجازات كبيرة وأمجاد للنادي والكيان العريق ده اللي كلنا بنفخر إننا بننتمي ليه. زي النهاردة 4 أغسطس، التاريخ ده بنقف عنده كتير جدا لما بنذكر مباراة الأهلي والزمالك في دور الثمانية لكاس مصر 85، واللي انتهت بمانشيت في الصحف المصرية: الأهلي بعياله بهدل الزمالك بحاله. المباراة كانت صعبة، كان بيحيط بيها أجواء مش طبيعية غير اعتيادية، لأن ساعتها تم تصعيد العديد من الناشئين وإتمام معسكر للأهلي في ألمانيا تحت إشراف الجنرال الراحل محمود الجوهري، واللي وقتها طلب من الإدارة إرسال اللاعب محمد عباس للمعسكر، بس ما خدش الموافقة وقتها وحصل أزمة كبيرة. ساعتها استقال الجوهري قبل المباراة على طول، وتضامن 16 لاعب من كبار الفريق الأول بالنادي الأهلي مع مدربهم المستقيل طبعا محمود الجوهري، اتدربوا معاه في نادي الشمس محاولين الضغط طبعا على إدارة النادي. وقتها بقى قرر الكابتن حسن حمدي إيقاف اللاعبين وعدم عودتهم للفريق، وقتها برضو تم تصعيد الناشئين. طبعا بسبب وجود لاعبين صغيرين أسماء مجهولة في الأهلي، هنا بقى حصلت الأزمة، إن كل المسؤولين في نادي الزمالك بدأوا يهنوا بعض وكأن خلاص الماتش اتلعب وإن إحنا خلاص إحنا كسبانين الماتش ده. بس كمان الأكتر من كده إن جماهير الأهلي كانت بتهاجم اللاعبين الصغيرين قبل ما تبدأ المباراة، وبتوجه لهم اتهامات بالتسبب في فضيحة هتحصل قدام لاعبي الزمالك وقتها. بس الحقيقة اللي حصل على أرض الواقع كان مفاجأة، كان أغرب من الخيال. هي دي كرة القدم، مفاجآت على طول، ما بتعترفش غير بالجهد. اللقاء ده امتد 120 دقيقة، الأهلي فاز 3-2. وقتها افتتح الأهلي التهديف بعد 3 دقايق بس عن طريق حمادة مرزوق لاعب الأهلي، وتعادل فاروق جعفر للزمالك في الدقيقة 4. وفي الشوط الثاني محمد السيد اتقدم للأهلي مرة أخرى بهدف كان في الدقيقة 8 قبل ما يتعادل كوارشي للزمالك في الدقيقة 20. في الدقيقة 5 من الوقت الإضافي الأول طارق خليل كان بيحرز هدف الفوز للأهلي، والزمالك كان بيفشل في أنه يتعادل بعد ما أهدر لاعبه فاروق جعفر ضربة جزاء تصدى ليها أحمد شوبير ببراعة. قبل ما نروح دلوقتي لتقرير مع الجماهير نعرف منهم الأهلي بيمثلهم إيه، خليني أقول لكم أن الكابتن سيد عبد الحفيظ قال أن رمضان صبحي قد يغيب عن لقاء أمبي، ولسه هنعرف كمان تفاصيل الخبر انه سبب الغياب ان احنا نتاكد من قانونيه مشاركه اللاعب من عدمها، هنعرف تفاصيل اكتر. بس نروح دلوقتي لتقرير مع جماهير الاهلي نعرف الاهلي بيمثل لهم ايه ونرجع مره تانية. والله النادي الاهلي بيمثل لنا حاجه، يعني انا بشعر بالحب لما بروح احضر الماتش بنفسي بالاستاد، بحس انا حاجه بامانه من جوايا، ابقى فرحان من جوايا بجد، يعني حاجه بحبها. والنادي الاهلي نادي يعني نادي عظيم ونادي كبير بالنسبه لي. النادي الاهلي بيمثل لنا كل حاجه حلوه في حياتنا، وهو السعاده وهو مصدر فخر لينا في الوطن العربي وفي مصر وفي كل البلاد اللي احنا بنروحها. والله هو النادي الاهلي بالنسبه لي هو العشق من الطفوله. انا بشجع النادي الاهلي لان دي حاجه ما تتوصفش، دي حاجه في القلب. حياتي وطبيعتي والنادي اللي احنا اتربينا على نشأته وشفناه وكبرنا معاه وبانجازاته وبطولاته وكل حاجه. هو النادي الاهلي هو الحاجه الوحيده اللي تقريبا بتفرحنا في ظل الايام اللي احنا فيها دي، وطبعا عودته لينا بالماتشات الوديه حاجه عظيمه يعني. والله النادي الاهلي بيمثل لنا حاجه كتير، الفرحه النادي يعني احنا بنفتخر بيه، طبعا بيمثل لنا ان احنا في اي وقت من الاوقات بنبقى عارفين ان احنا مع النادي الاهلي دايما في تقدم وسعاده وفرح، فطبعا بيمثل لنا حاجات كتير جدا جدا يعني. كل شيء يعني هو كل عشق، والواحد من اول ما طلع الحياه وهو بيعشقه وبيحبه وبيشجعه. النادي الاهلي بيمثل لنا الفرحه كلنا للشعب المصري والجمهور النادي الاهلي كله، لانه هو نادي بطولات ونادي عظيم ونادي القرن. الاهلي طول عمره اهلي، والاهلي فوق الجميع، والاهلي حديد من ساعه ما طلعنا من 74 واحنا نشجع الاهلي.
برحب بحضراتكم من جديد. معايا دلوقتي خبر عن من وزارة الشباب والرياضة، حبيت ألقي عليه الضوء لأنه ليه علاقة شوية بالمرأة وقد إيه ممكن يكون دورها مهم ومؤثر في المجتمع وفي الرياضة بشكل خاص. وزارة الشباب والرياضة الحقيقة وقعت بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة لتعظيم التعاون بين الطرفين واستمرار تنفيذ دوري كرة قدم في مختلف المحافظات تحت شعار لأني رجل، وده بهدف تعزيز دور المرأة في المجتمع وحمايتها من العنف. من المقرر خلال الفترة المقبلة أنه هيتم الإعلان عن التصفيات النهائية للدوري والموعد المحدد لتوقيع بروتوكول التعاون المشترك اللي طبعا بيوقعه دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة. الدوري ده هيساهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية داخل القطاعات اللي بتشملها المنافسات، وطبعا الاهتمام برياضة المرأة وكافة الأنشطة اللي هتنفذ من قبل وزارة الشباب والرياضة في الشأن ده. وزارة الشباب الحقيقة كانت أطلقت فعاليات دوري لأني رجل بداية العام ده عشان أقيمت منافساته الأولية وتصعيد الفائزين بالتصفيات للمراحل التالية، وتوقفت المنافسات طبعا مع ظهور فيروس كورونا زي ما كل حاجة تانية توقفت. هنروح دلوقتي لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه في السادسه، والحقيقه اسمحوا لي قبل ما ندخل في موضوع حلقتنا النهارده اقول لحضراتكم مجموعة من الأخبار المهمة. الحقيقة كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي بيقول أنه رمضان صبحي لاعب الفريق الأول في النادي لن يتم حسم مشاركته في لقاء إمبي المقرر إن شاء الله أنه هو يكون يوم الأحد اللي جاي واللي متأجل من مباريات الدور الأول إلا بعد ما يتم التأكد من قانونية مشاركته مع الفريق، خصوصا أنه اللاعب على ذمة النادي الأهلي في إعارة من نادي هادرسفيلد تاوند بتنتهي في 30 يونيو. وأضاف أنه النادي اتخذ عدة إجراءات في نفس الشأن عشان يتم حسم الأمر القانوني بشكل تام، كما أنه التفاوض، وده خبر ممكن يكون يعني يسعد الأهلوية، التفاوض مع النادي الإنجليزي بخصوص شراء كابتن رمضان صبحي بشكل نهائي وصل لمراحل متقدمة بعد العرض اللي تقدم به النادي الأهلي مؤخرا، وأنه الأيام القليلة القادمة إن شاء الله هتشهد حسم كل هذه الأمور. خبر تاني بيقول أنه اتحاد الكرة المصري يوافق على تأجيل مباراة الإنتاج الحربي، وحضراتكم عارفين طبعا فرقة الإنتاج عندها عدد كبير جدا من الإصابات، وصلت أعتقد ل 18 حالة إصابة بفيروس كورونا، وبناء عليه تم صدور قرار من اتحاد الكرة المصري بتأجيل مباراة الإنتاج الحربي مع نادي مصر في المرحلة المقبلة. وفي نفس الوقت يمكن أو في نفس سياق الخبر ده اتحاد الكرة بيعلن أنه هيتم تغليظ العقوبات فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية والإجراءات الطبية المفروضة طبعا لضمان سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية المشاركة مع استئناف نشاط الدوري الممتاز. سريعا جدا أقول لحضراتكم أنه بداية من الحلقة دي إن شاء الله وعلى مدار كل الماتشات في الموسم المباريات المتبقية في الموسم مطلوب من جمهور السادسة وجمهور طبعا قناة الأهلي بشكل عام أنه يشاركنا في وضع التشكيل الأمثل لفريق النادي الأهلي قبل كل مباراة. يعني حضراتكم من النهاردة إن شاء الله على صفحتنا على السوشيال ميديا على كل بقى على الإنستجرام على تويتر على الفيسبوك تحطوا من وجهة نظركم التشكيل الأمثل للنادي الأهلي لكل مباراة جاية، وبناء على اختيارات حضراتكم فريق الإعداد وفريق العمل في القناة في نهاية الموسم هنقدر نعرف التشكيل المثالي للنادي الأهلي من خلال اختيارات الجمهور بالنسبة طبعا أو من وجهة نظر جمهور النادي الأهلي والأهلوية في كل مكان. نفتح ملفنا الرئيسي في حلقة النهاردة بقى، والحقيقة يمكن الملف ده ممكن نحن نطلق عليه أنه ملف مزمن الحقيقة ومثير للجدل وبقاله سنين طويلة جدا، رغم أنه معظم الأسماء اللي تولت مسؤولية لجنة الحكام في قول في العشرة في العشرين سنة الأخيرة أسماء كبيرة جدا وأصحاب كفاءات وكانت ليهم سيرة مشرفة وعطاء كبير جدا في مجال التحكيم، لكن أعتقد أنه من غير المنصف ويبقى خطأ شديد جدا أن احنا نحمل مسؤولية منظومة التحكيم فقط لجنة الحكام. قلت لحضراتكم أنه ده عنصر وركن أساسي من أركان اللعبة، وعشان نطور المنظومة لابد أنه هذا الجزء أو هذه المنظومة يتم الاهتمام بها بشكل كبير، وهذه المسؤولية لا تقع فقط على لجنة الحكام ولا بس على اتحاد الكرة، لكنها الحقيقة مسؤولية مشتركة كمان مع
الأندية ومسؤولي الأندية، وأيضا الحقيقة في جزء كبير جدا متعلق بالجمهور وثقافة الجمهور. النهاردة بنفتح مع حضراتكم ملف الحكم المصري، هل الحكم المصري جاني أم مجني عليه؟ ده اللي بنطرحه على حضراتكم قبل ما نستأنف نشاط مرة تانية. بيشرفنا الحكم الدولي، احنا الحقيقة معنا اثنين من أعلام التحكيم في مصر وفي القارة الأفريقية. بيشرفنا الحكم الدولي السابق ناصر عباس، أهلا بك يا كابتن ناصر. أهلا بحضرتك وتحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين. أهلاً. وفي البداية طبعا خليني بس أقول حاجة مهمة جدا، طبعا ببارك طبعا جمهور النادي الأهلي وإدارة ومجلس إدارة النادي الأهلي على الاستوديو الجميل دوت، وبارك أيضا لفريق العمل اللي موجود. بقول حاجة جميلة جدا وحاجة مشرفة طليق بالنادي الاهلي واسم وتاريخ النادي الاهلي. دعواتك وبدايه المشوار، ونتمنى ان احنا ان شاء الله نستمر في مسيره التطوير يا كابتن ناصر. ان شاء الله باذن الله، وحاجه طبعا ولا اروع، لان احنا شفنا القناه قبل كده وبعد كده، لا طبعا حاجه جميله جدا جدا، التوفيق طبعا للجميع، واتمنى طبعا كمان للتوفيق لكل الفريق الاعداد اللي موجود وفريق العمل اللي موجود في القناه. ده جزء بتهيالي اصيل وركن اصيل، واعتقد ان الاعلام الرياضي جزء من تطور المنظومه في مصر بشكل كامل، واتمنى ان احنا نقدر نقوم بالدور ده على اكمل وجه ان شاء الله. ان شاء الله. بيشرفنا كمان الحكم دولي المساعد ايمن دجيش، اهلا بيك يا كابتن ايمن. اهلا بيك يا استاذ احمد، تحياتي لحضرتك وببارك لكم وببارك على الحاجه الجميله اللي احنا شايفينها دلوقتي، ببارك للكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، وببارك لجماهير النادي الاهلي، وباذن الله التوفيق يكون حليفكم باذن الله. الله يبارك في حضرتك. الحقيقه على مدار سنين طويله جدا، ومش عايز ارجع بالذاكره لورا لانه في اسماء كتير واخاف انسى حد، لكن الحقيقه ظل الحكم المصري بيتمتع بسمعه طيبه، وظل التحكيم في مصر الحقيقه بشكل كبير داخليا وخارجيا حتى على المستوى العربي والافريقي، وانا كنت بتكلم في ده في بدايه الحلقه، ليه سمعه كويسه جدا. لكن الحقيقه دايما بنشوف ازمات متلاحقه، دايما بنشوف ناس بتستهدف وكانها بتستهدف عن عمد منظومة التحكيم. أنا هرجع بس للجزء الأول من السيزن ده أو اللاجة الأولى من الدوري المصري، حصل أكتر من أزمة. بداية عايز أخد تقييم حضراتكم، أبتدي بكابتن ناصر، تقييم حضرتك لمستوى التحكيم في الدوري في نصه الأول، بتشوفه إزاي؟ يعني أولا طبعا أنا برجع بس لحضرتك في البداية، أنت قلت كلام جميل جدا وقلت أن التحكيم مش بس الحكم ومنظومة التحكيم مش بس هي لجنة الحكام والحكم، لكن التحكيم هو منظومة متكاملة ما بين جمهور، ما بين إعلام، ما بين أندية وثقافة أندية، ما بين حكام كمان وعليهم السلالة الكبيرة الحكام، وما بين لجنة الحكام. كل دول بيشتركوا في مستوى أو تطوير مستوى التحكيم. احنا شفنا أسماء كتيرة تولت مسؤولية لجنة الحكام. تمام. يعني شفنا من أيام كابتن محمد حسام وصولا لكابتن عصام عبد الفتاح وكابتن جمال غندور، لكن الحقيقة وتبدو أن المشاكل متكررة أو يعني بالزبط. ما فيش حلول جذرية لمشاكل كتير طال الكلام عليها لسنين وسنين يا كابتن ناصر. حضرتك كابتن أحمد، أنا يمكن اشتغلت في لجنة الحكام على مدار 8 سنين، بداية من هو عصام صيام والكابتن محمد حسام وعصام عبد الفتاح، وكنت مسؤول لجنة فنية، ومش عايز أقول لك كمية الشغل اللي احنا عملناها للحكام. الكلام دوت مش هقوله مش مجاملة للحكام ولا حاجة، مش عاوز أبدأ كلام بمجاملة الحكام المصريين، ولكن التعامل تطوير على مستوى الحكام هنا في مصر يطابق او يتوالى مع تطبيق الاتحاد الدولي. ليه؟ احنا جينا في 2014 جبنا المسؤول الاول عن التحكيم في العالم اللي هو ماسيمو بوساكا، وده كان مسؤول قسم التطوير، وده جه معانا في شرم الشيخ عمل معسكر معانا للحكام الاليت ايه، واعتقد ان احنا عملنا معسكر تطوير على مستوى عالي جدا، خدنا الماتيريال كلها بتاعت الاتحاد الدولي اشتغلنا بيها مع حكامنا سواء كان من الناحيه الفنيه او من الناحيه البدنيه او من خلال الفيديو تيست او الاوفسايد تيست اللي هي الحالات التحكيميه اللي بتتعرض على الحكام، ومن خلالها بيقدروا ان هم يوصلوا للتفاصيل الدقيقه للحاله. اظن حاجه مهمه جدا ازاي الحكم يوصل للحاله وتفاصيلها. كابتن احمد، دي مهمه الحكم، انت بتدي الحكم كل حاجه، ولكن في دور كبير جدا جدا على الحكم. يعني انا تملي في محاضراتي اقول للحكام ايه، انا بشتغل معاك وبديك كل المفاتيح اللي انت تقدر من خلالها تاخد القرار الصحيح في المباراه. انت حاجه بتتكلم كلجنه حكام، كلجنه حكام. انت حضرتك انت اهملت كحكم، في فرق بين الحكم لما بيهمل، يعني اهمل الحكم في قرار، ازاي اهمل؟ هو احيانا الحكم بيبقى الكونسيدريشن عنده قليل، تركيز عنده، الناحيه البدنيه قلت، وبالتالي ما يقدرش يوصل للمكان اللي هو يقدر من خلاله يقدر يقيم الحاله التحكيميه بكل تفاصيلها، وبالتالي بياخد بالشكل العام، الشكل العام احيانا في الحاله التحكيميه. انت عارف يا كابتن ناصر انه الازمه اللي بتنتج عن مشكله تحكيميه الحقيقه بتبقى شديده الحساسيه. احنا بنتكلم على ميزان العداله في منافسه وفي دوري، يعني المنافسه فيه سواء في القمه او في القاع
دايما بتبقى مشتعل. اكيد. وفي معلش اضيف عليها للاسف شديد جدا ودي وجهه نظر شخصيه انا بتحملها الى حد ما، حاله تحفظ ضد الحكم المصري. مش عارف ايه راي كابتن ايمن دجيش، يعني هل بتشعر انه الحكم المصري دايما في حاله في خانه اليك، في حاله تربص بالحكم المصري بشكل كبير؟ ابتديت القصه اللي انا كنت ابدا بيها كلامي فعلا، هي يمكن الكابتن نصر اتكلم على الحكم واللي اتعامل مع الحكام في الفترات السابقه واعداد للحكام وكل ده، لكن ما اتكلمش ان العناصر الاخرى ازاي تساند التحكيم يا استاذ احمد. يعني النهارده اتحاد كوره موجود، لازم باذن الله يبقى خلف حكامه موجود معاهم في ظهرهم، لجنه حكام تكون اتحاد الكره قبل كده ما كانش لا موجود. انا اجيب لك التفاصيل. يعني خلاص قلنا التحكيم واعداد الحكام وكل الكلام دون، اتحاد الكره خلف حكامه وفي ظهرهم. نمره 2 مسانده الاعلام، ان انا ابقى خلف حكامي، لان حكامي دول هم اللي بيمثلوني بره خارجيا برضو، يعني زي ما احنا منتخبنا بيمثل بره الحكام دي بتمثلنا، لازم ارفع انا كشان الاعلام ارفع شان التحكيم المصري وابقى في ظهره. تاني حاجه مسانده الانديه للحكام ودعمهم، ودي مهمه جدا يا استاذ. انت دخلتني على روشيتا على طول يا كابتن ايمن. عايز بس اشخص الاول. يعني عايز اقول فين المشكله عشان لما اجي اتكلم على حلول اعرف الحلول دي قابله للتحقيق ولا المشكلة. لا احنا هنقول كلام على ورق، لكن لما نيجي على الارض صعب. هقول لك اكلمك عملي. يعني عملي النهارده انت بتحكم لفرقه في نادي، انت النهارده بيبقى في خطا، الاخطاء دي موجوده عموما، مفيش حكم موجود في مصر على فكره بيقصد ان هو يخطا لصالح فرقه. فانت النهارده بيجي خطا لفرقه، بتلاقي الفرقه الثانيه بتخش قصه حصل فيه تداخل كبير في قصه التحكيم. يعني قصه مع ان الحكم الاخطاء دي موجوده، لو احنا عملنا احصائيه استاذ احمد هنلاقي الاخطاء موجوده عند جميع الفرق. فبتلاقي عاملين مظبوط على حكام جامد جدا، الخطا بيطلع بنعليه قوي مع ان الاخطاء دي موجوده. يمكن احنا بنتفرج على الدوريات الاوروبيه في الدوري الانجليزي والدوري الاسباني وكل الكلام ده كان موجود. ولكن انا عايز اقول لك ان انا اضمن لك باذن الله الفتره الجايه، يمكن ده يمكن اللي حصل ده في التحكيم، يمكن عندنا زياده شويه. يمكن عندنا برضو كانت الامور بالنسبه للتحكيم زي ما انت قلت كان فيها ضغط شويه غير بره، لكن موضوع دخول الفار للتحكيم ده هيشيل كتير جدا. طب اسمح لي هيشيل كتير جدا، هاجي للفار بعدين، بس هوجه سؤالي للكابتن ناصر. هل حضرتك بتشوف انه اللوائح والقوانين المنظمه او الضامنه، خليني اقول ضامنه، لحصانه الحكم المصري كافيه وفعاله ولا لا؟ شوف كلام جميل جدا جدا. خلينا نتكلم ايه اللي محتاج الحكم. ايه اللي انت بتطلب من الحكم؟ حاجات ان هو يؤديها قرارات سليمه في الملعب، لياقه بدنيه 10 على 10، ازاي يخرج بالمباراه بشكل يبقى يتناسب مع اهميه وقيمه المباراه، ازاي ان هو ما ياخدش قرار يؤثر في نتيجه المباراه. تمام. وبالتالي في مقابل احنا بنتكلم النهارده في رعايه صحيه للحكام نمره 1، في كمان المعسكرات اللي هي مفترض ان هو الحكام النهارده تبقى موجوده باستمرار، في كمان الناحيه الماديه المهمه جدا، ازاي انك انت تريح الحكم، ازاي انك انت الناحيه الصحيه مهمه جدا جدا، حاجات كتيره جدا. المفروض النهارده الاتحاد الدولي النهارده بصدد اخذ قرار بالاحتراف، وفعلا الدوري الانجليزي فيه الحكام المحترفين شغلته كلها هو التحكيم. ايوه. يتمرن الصبح، يتمرن الظهر، يبقى في محاضرات ثقافيه او نظريه، ده شغله. النهارده هقول لك على حاجه كابتن احمد، في حاجه مهمه جدا هقول لك عليها. انت النهارده الحكم بيروح شغله، عندنا في مصر موظف الساعه 8 بيرجع الساعه 4، قول لي الوقت اللي ده هو المهنه اللي هو بيمتهنها غير التحكيم. بالظبط. طب انت مطلوب منك انك انت النهارده كحكم طبقا للبروتوكول بتاع الفيفا انك انت المفروض يوميا تتمرن تحافظ على وزنك يوميا. النهارده مطلوب منك في برنامج بتأدي بيه بالظبط لازم تنفذه. النهارده في حكام تطلع من شغلها 5 و6 و7 بالليل، فبيريح مجهد جدا. حتى انت عشان تطلب مني ابقى حكم محترف لازم توفر لي الامكانيات اللي تسمح لي بده. ممتاز. وهل ده موجود بالفعل ولا ده احنا على طول سامعين في مشاكل في البدلات ومشاكل في الحوافز ومشاكل اذا احنا النهارده بنتكلم عشان نحل المشكله. كابتن احمد انت بتتكلم في حاجه جميله جدا جدا، عشان تتكلم في تحكيم وتقدر تحاسب التحكيم، وفر للتحكيم كل ما يتناسب طبقا للاتحاد الدولي، طبقا للاتحاد الانجليزي، اي اتحاد قاري. ده مش متوفر في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها ده يا كابتن ناصر النهارده. مش متوفر. لا هقول لحضرتك حاجه، على قدر المستطاع اللجنه الخماسيه النهارده وفرت معسكرات الفار على اكمل وجه. لم تبخل ابدا على خلال 38 يوم استمرت في معسكرات الفار. النهارده يمكن انا كنت بحاضر، يمكن كابتن ايمن كان معانا في محاضر المعسكرات اللي هي الحكام الاليت ايه اللي هم هيحكموا في الدوري الممتاز الفتره اللي جايه. ادينا كل حاجه، ادينا فيديو تيست، ادينا سيفيرتي فاول، ادينا لمسه اليد، ادينا كل المحاضرات
طبعا كان كابتن مجيب موجود، كان دكتور عزب وعصام وانا ايمن وناس كتيره وفهيم وكل الناس دي، ادينا كل الحاجه للحكام وخدنا الحكام نزلنا بيهم ميدان اللعب. ازاي الحكم يتحرك، ازاي الحكم يعمل كونتر اتاك في الهجوم، ازاي يقدر يتحرك على منطقه الجزاء، ازاي يوصل للقرارات الصحيحه في التحكيم. دي الناحيه الفنيه. الناحيه الفنيه، اذن احنا النهارده ادينا للحكام كل ما هو، طبعا هم قعدوا في فندق واتعمل لهم مسحه قبل المعسكر. ايوه. واطمنا على حكامنا واتعمل لهم معسكر في اصابات الفار. لا خالص الحمد لله، احنا كنا حريصين، يمكن الكابتن ايمن كان معايا في العملي ان احنا كمان ما نجهدش حكامنا اكتر من احنا بنوصل لهم المفهوم اللي هو الكونسيبت اللي هو الخاص بالتحرك والتمركز اثناء اللعب. عظيم. فاعتقد النهارده يعني مش مجامله للجنه الموجوده ولا لجنه الحكام، النهارده الحكام خدت كل حاجه. طب هرجع لجزئيه الاحتراف مره ثانيه. بقى ان هم يؤدوا. طيب انت كلمتني في توفير عنصر واحد من العناصر المهمه بالنسبه او الادوات المهمه بالنسبه للحكم، هو الدعم الفني سواء معسكرات محاضرات او ورك شوبس او حاجات عن طريق الانترنت. انا عارف ان في حاجات كتير بتتم في العالم كله اونلاين في الفتره الاخيره، لكن الناحيه الثانيه عشان يكون الحكم المصري بيمارس دوره في المنظومه ككل بشكل محترف، احنا عندنا النهارده اللعيب محترف، عندنا الاداري محترف، عندنا مدير فني محترف، عندنا حكم محترف يا كابتن ايمن. لا ما بص، عشان نتكلم يعني بامانه شديده، حته احتراف الحكام في الفتره الحاليه اللي احنا فيها ديت ممكن مع المستقبل قدام ممكن يبقى موجوده يعني انا تحل من وجهه نظرك تحل لان نظام الاحتراف في التحكيم الحكم بيبقى متفرغ للتحكيم. عنده بقى المكان يعني انا كان ليا صديق ليا كان معايا في كولومبيا 2011 كاس العالم للشباب، فكان بيحكي لي هو كان دكتور وبعدين قال لنا انا خدت اجازه كان موجود في المستشفى وقال لنا انا ادوني اجازه وكنت موجود في المكان. طب ايه؟ فحكى لي قال لي ان انا كنت بروح ليهم مكان طبعا اللي هم موجودين المكان اللي فيه كل حاجه، بيروح من الصبح وبيروح بالليل، يعني بيعمل بقى كل حاجه التمارين والنظر والتمرين، هو متفرغ للتحكيم. الكلام ده بياخد اولا بياخد مقابل جامد جدا يعني لغايه لما يقضي فترته ويرجع. الكلام ده عشان نعمله مع كامل الاحترام والتقدير، وده حق من حقوق الحكم، انا مش معترض على ده، بس هل ده يعالج مشاكل التحكيم في مصر؟ يعني اذا كان في مقابل مادي او في شكل منظومه احتراف جزء تتعامل مع جزء يعني هو جزء يعني انت تبقى متفرج يعني النهارده خليك انت حضرتك موجود في حاجه واحده، مركز في حاجه واحده ولا مركز في حاجتين، في حاجه في اثنين في ثلاثه. أيوه. يعني زي ما قال الكابتن ناصر ان الحكم النهارده بيشتغل موظف، بيروح بيجي، ممكن قبلها بيبقى في الشغل، الحاجات دي يعني بنقدر احنا نعمل حاجات هنا للحكام ان هو يتجلب عليها، يبقى موجود، يبقى مريح قبلها بيوم. اشكاليه المصداقيه والثقه كابتن ناصر. يعني بشوف مثلا في امثله كتيره جدا مش هذكر منها حاجه بس الناس عارفه انا بتكلم على ايه، وانا مش بتكلم على حاله استثنائيه، انا بتكلم على حاله يعني اتكررت كتير جدا، انه في اوقات كتير جدا ممكن يبقى حكم اجنبي او حتى عربي، يعني في بعض المناسبات بيبقى في حكام عرب ممكن يطلعوا قرارات مش مظبوطه وفيها غلطه او فيها يعني عدم انصاف للفريق على حساب التاني، ورغم كده بيتقبلها الجمهور عادي جدا خصوصا لو اجنبي كمان. لو نفس القرار ده يعني بيجي لي في ساعتها كده، لو نفس القرار ده كان خده حكم مصري، هل كان هيبقى نفس رد الفعل ولا كان هيبقى مختلف؟ سؤال جميل جدا جدا. قبل ما اجاوب على سؤال كابتن احمد هقول لك على حاجه جميله جدا. من خلال الكورسات اللي اتعملت اونلاين للحكام على مستوى شمال افريقيا، خلينا نتكلم في شمال افريقيا اللي هي تونس والمغرب والجزائر وليبيا ومصر. كورسات اتعملت ليه ايه؟ للحكام، للمحاضرين، للمراقبين. تمام. مش مجامله، الكلام دوت لو ترجع حضرتك ليه هتلاقيه افضل حكام موجوده في اختبارات الفيديو تيست، كورسات تيست، والسيفيريتي والتريفيا اللي هي القانون كرة القدم، فهم وإدراك القانون، فهم الحالات التحكيمية، كان الحكام المصريين. أنا كمحاضر كنت في الاتحاد الدولي كان عمل معسكر في دبي لحكام آسيا ولمحاضرين آسيا وأفريقيا. أنا امتحنت كمحاضر، امتحنت تريفيا وامتحنت فيديو تيست وامتحنت زي أي حاجة. وبالتالي هنا بنتكلم في الناحية الفنية إن الحكم أولا يبقى فاهم القانون وروح القانون ويطبق الكلام ده. هقول لك حاجه يا احمد، هو ايه المشكله؟ هقول لك المشكله ايه؟ المشكله ممكن تبقى انت في الناحيه النظريه 100% ممتاز، ولكن هناك تقصير من البعض. خلينا نتكلم يعني في دور لجنه الحكام بتقوم بيه على اعلى مستوى. تمام. الحكم النهارده قصر في المباراه. الكلام ده انا بقول للحكم خلي بالك المباراه، امسكها بايدك واسنانك، وكل ما الوقت يمر حافظ على المباراه بتاعتك. قصر ازاي؟ انت النهارده بتبقى في احيانا
في ترتيب الدفاع انت بتبقى متابع اللعب، تتعمل مره واحده كونتر اتاك، انت النهارده ليك دور بتعمله، والحكم المساعد ايضا ليه دور في الحالات اللي هي داخل الصندوق. النهارده ده قرار مهم بيحصل كالاتي، الحكم بيهمل او بيكسل شويه، بيبتدي يروح متاخر، الحكم المساعد مش مركز، بتيجي الحاله التحكيميه المهمه الوحيده في المباراه ولا الحكم بيشوفها ولا الحكم المساعد بيشوفها، تبقى دي الكارثه، دي ازمه. هنا التقصير من الحكم ذات نفسه. عشان كده احنا بنقول ايه، في حالات انا بغفر ليها للحكم لما بيكون متواجد في الحدث واحيانا ما بيشوفش، ولكن لما بيبقى الحكم مقصر في حق نفسه كابتن احمد ويتهاون، هنا الحكم بيعاقب. طيب ده هياخدنا للكلام على الفار ومدى جاهزيه منظومه التحكيم في مصر للتعامل مع الفار، بس تفاصيل اكتر هنتابعها مع مشاهدي السادسه بعد ما نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول. كان الله في عون الحكم الحقيقه في اوقات كثيره جدا، خصوصا في الماتشات المهمه والكبيره واللي يمكن بيكون نتيجتها مرتبطه مثلا بحسم بطوله، لو حطيت نفسك كمشاهد او كمشجع في نفس موقف الحكم اللي مطلوب منه انه ياخد جزء في جزء من الثانيه قرار حاسم او مهم تحت ضغط جماهيري رهيب، لو كانوا في الملعب او ملايين قاعدين بيتفرجوا على الماتش، أعتقد أن الموقف في غاية الصعوبة في أوقات كثيرة جدا. ويمكن إحنا زي ما كنت بتكلم مع ضيوفي كابتن ناصر عباس وكابتن أيمن دجيش قبل ما نشوف تقرير الفار، أنه في دعم على كل مستويات، يعني تقرير حتى كان بيتكلم على أنه المشاكل المالية المتعلقة بمستحقات الحكام والمراقبين انتهت من فترة طويلة جدا. اتكلمنا على فكرة الدعم الفني وأيضا في دعم تقني، وده هيكون محور اللي جاي من كلامنا، فكرة تقنية الفار، الفيديو اسيستنت ريفري، هل ممكن يكون حل لجزء كبير جدا من المشاكل اللي بيواجهها الحكم المصري، وهل ممكن يدعم في تطوير منظومه التحكيم في مصر ولا لا، وهل احنا وده السؤال الاهم جاهزين لتطبيقه في مع استئناف بطوله الدوري مره ثانيه. مره ثانيه برحب بضيوفي كابتن ايمن دجيش وكابتن ناصر عباس، اهلا وسهلا بحضراتكم. اسمحوا لي بس هفكر مشاهدينا سريعا جدا بالسؤال اللي طرحناه عليهم في بدايه الفقره، وده هيكون موجود معنا في السادسة على طول إن شاء الله طول ما ماتشات الأهلي موجودة. مطلوب من حضراتكم على صفحاتنا على السوشيال ميديا سواء الفيسبوك أو تويتر إنه حضراتكم تدخلوا تختاروا التشكيل الأمثل لمباراة الأهلي القادمة، وده هيبقى تقليد موجود معنا في السادسة باستمرار وفي نهاية الموسم، ومن خلال اختيارات الجمهور نقدر نعرف التشكيل الأمثل ومين هم أفضل لعيبة السيزن ده بالنسبة لنادي الأهلي في الـ 11 مركز جوه المستطيل الاخضر. مره ثانيه برحب بحضراتكم. ويمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم على الفار وشفنا التقرير الحقيقه، وبتهيالي انه حسب ما اتذكر كولينا المسؤول عن لجنه الحكام في الفيفا كان ليه تصريح بعد ماتشات كاس العالم في روسيا، كان بيقول فيه انه الفار رفع نسبه كفاءه التحكيم لدرجه وصلت انه نسبه او صحه القرارات في خلال المباريات وصلت ل 99.3%. هل ده ممكن يكون نفس التأثير للفار على منظومة التحكيم في مصر كابتن ناصر؟ كلامك محترم جدا كابتن أحمد، وفعلا بعد كاس عالم 2018 في روسيا حصل، هم عملوا مقارنة ما بين 2014 كاس عالم و 2018. أيوه. لا، أخطاء في 2014 كانت أخطاء فادحة. أيوه. جدا، وكانت مؤثرة بشكل كبير في المباريات. تم تطبيق الفار في روسيا 2018. الدور الأول بس تقريبا عملوا حاجة اسمها رصد، يعني في فرق كابتن أحمد إننا أرصد الحالات اللي في، لأن أنا بس عاوز أدي مفهوم الفار في دقيقة. اتفضل فندم. الفار إيه وظيفة الفار؟ وظيفة الفار هو الإشارة إلى الأخطاء الواضحة الظاهرة الغائبة. على سبيل المثال هدف أو مش هدف. تمام. نمرة واحد. نمرة اتنين يحصل بناء على ايه الاول؟ الهدف او مش لسه هدف، ممكن يجي هدف من تسلل. ايوه. هنا الفار يتدخل. هدف يسبقه مخالفه. الفار اللي بيتواصل مع حكم الساحه، حكم الملعب. مش كلام. ولا بناء على طلب من احدى الفريقين. كل هجمه كابتن احمد بتتعمل في الملعب بتعمل عليها تشيك من خلال الفار. تمام. ليه؟ ممكن يجي هدف من خطا. لمسه يد، لاعب يعني اقول لك انا مش عاوز يعني الحلقه مش هتاخد المجرى، ولكن هو ليه تطبق الفار؟ لو انت تفتكر مباراه فرنسا اسكتلندا تقريبا تيري هنري والهدف اللي جه بالايد، صعد فرنسا. أي. بهدف الايد. عشان كده اتعمل الفار.
ليه؟ لو الفار كان موجود في اللعبه ديت كان اكيد ان الهدف كان اتلغى. هنا بنتكلم في ايه؟ المفهوم ان الفار ما بيتدخلش في كل الاخطاء يا كابتن احمد اللي موجوده، ولكن بيدخل في هدف غير شرعي. ايوه تم نتيجه ان اللاعب المهاجم لعب الكره بايديه أو تم ارتكاب مخالفه او تسلل. بنتكلم في حاجه مهمه ثانيه، بطاقه حمراء مباشره. بنتكلم للهويه المفقوده للاعب. يعني كابتن احمد انت حضرتك حكم وجيت تطلع كارت احمر بدل ما تديه لايمن اديتني انا. تمام. بقت مشكله. فاذا الفار لا يتدخل في كل الاخطاء كابتن احمد، ولكن نيجي في كلنا لما صرح التصريح بتاعه لا هو عنده حق فعلا، للمقارنه بين 2014 و2018 كاس عالم في 2018 اخطاء قلت بنسبه كبيره جدا جدا من خلال تعاون الحكم الفيديو المساعد. جاهزين لتطبيق الفار بشكله المتعارف عليه؟ الحكام المصريين يقدروا يتعاملوا مع تقنية الفار بشكل كبير، وإلى أي مدى بقى ده يؤثر على رفع كفاءة المنظومة كابتن أيمن؟ طبعا تكملا لكلام الكابتن ناصر، طبعا احنا بنشكر جدا اللجنة الخماسية، يمكن لما جم قالوا هنطبق الفار في الدور الثاني يمكن أنا واحد من الناس قلت إن استحالة، الموضوع كان الوقت قليل جدا. أيوه. للتدريبات والحصول إيه على الرقص. ايه وجه الاستحاله من وجهه نظر حضرتك؟ لان التدريب ده بياخد وقت كتير عشان تحصل على الرقص، وانا هقول لك ليه دلوقتي هتعرف انا بقول لك ليه. الموضوع فيه شغل كتير جدا، يعني شغل من الحكام وشغل من الاتحاد الكره من الاداره وشغل رقص، ان انت بتبعت بتاخد عشان تاخد الرقصه دي بتبعت حالات لكل حكم. لكل حكم خاص بالملعب وخاص بغرفه الفار، قصه كبيره جدا محتاجه كتير. هقول لك ليه. يمكن احنا حاليا دلوقتي عندنا اللي معتمدين اللي ممكن يحكم في الدوري 19 حكم بس. 19 حكم اللي في الملعب. انت بتتكلم على الممتاز. الدوري الممتاز 19 حكم اللي هو حصل على الرخصه. احنا كلامنا على الدوري الممتاز. المسابقات مش بتكلم على الممتاز. لا بس هو الفار هيطبق في الممتاز. انا بكلمك على الممتاز. أي. 19 حكم بس اللي لهم حق حاليا اداره المباراه. اداره المباراه كحكم ملعب. أي. وعندنا 34 واحد كحكم في غرفه الفار. فالفتره طبعا ربنا يا رب يرفع عنا الوباء والبلاء. فتره كورونا دي اخرت شويه في حته المعسكرات، كان المفروض ان المعسكرات بتاعت الفار تكون مستمره. تمام. ليه؟ عشان انت في حكام عندك محتاجين دلوقتي، انت محتاج ممكن تكون محتاجهم بس هم لسه ما خدوش الرخص. فمفيش حكم. حكم الفار ده بياخد رخصه من الاتحاد الدولي. الرخصه اللي هو في غرفه الفار ده ليه رخصه، اللي في الملعب ليه رخصه. تمام. عندي جوه فار وعندي ايه فار جوه. تمام. الفار جوه ممكن بيلعب كاي فار. يعني ايه ايفار؟ مساعد اللي هو مساعد اللي كاسيستنت. يعني الملعب برضو لازم ياخد رخصه ملعب، لازم الحكم بيتاخد له حاجات او في التدريبات فيديوهات او بيتاخد له حالات يعتمد كملعب ويعتمد بفيديوهات تانية كغرفه، كل دي بتدريباته بماتشاته وحاجات بتتعمل. أيوه. بتعملها لجنه الحكام. واللي عامل زي ما كابتن يعني دمان. الموضوع مش تقني بس، الموضوع فيه يعني اجراءات وتجهيزات. بس على سؤالك انت، طبعا الفار ده هيحل مشكله اكتر كمان، يعني هنعدي في يعني اكتر من 80%. الاخطاء مش هتقل، يعني شفنا الدوري الانجليزي ودوريات بره برضه في وجود الفار لسه عندنا ماتش الارسنال وتشيلسي. بالظبط. عندنا اخطاء الكاس مشاكل لكن كبيره جدا. لكن هو هيحل مشكله التحكيم بنسبه 80%. يعني دي الناس ليه، قول لي ليه بقى. لو احنا رجعنا للدور الاولاني هنلاقي اجمالي لو حطينا كده عنوان للاخطاء الدور الاول كنت هتلاقيها داخل مناطق الجزاء. ركلات الجزاء المحتسبه او غير محتسبه. ايوه. من اكبر المشاكل اللي كانت حاصله في الدور الاولاني كانت هي عندنا نماذج كتير. هي كان العنوان. لان كان نفس اللعبه او يعني هو كان ركلات الجزاء جو. فدي من ضمن البروتوكول بتاع الفار. فخلاص انت ما عندكش مشكله دلوقتي في الاهداف. من هدف من تسلل او هدف سليم. ايوه. ان فرقه جابت هدف وكان في قبلها خطا، يعني في خطا ما قبل اللعبه. فدي لو انت بصيت للاخطاء اللي في العوامل الماضيه اللي عندنا او المشاكل اللي كانت بتحصل هتلاقي ان 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 هي دي كانت محور المشاكل. طيب ركلات الجزاء والاهداف السليمه او جاهزين باختصار شديد احنا أكيد. جاهزين في مصر اكيد بنسبه كام في المية لتطبيق الفار؟ اكيد بنسبه أيوة. 70%. 70%. لان احنا عندنا زي ما قلت لك ان احنا محتاجين نستكمل التدريبات. تمام. والفتره دي الحكام في لحظه حضرتك بتكلمني فيها معاهم رخصه حكم فار او اسيستنت فار؟ اللي قلت لك عليهم العدد اللي قلت لك على حضرتك 19 ولا 34. بالظبط. احنا محتاجين تدريبات تاني لحكام. أيوة. تانية تاخد الرخص. محتاجين ان كنا نستكمل الفتره اللي جايه عشان تكمل التجربه بنسبه كبيره. يعني انا اقول لك حاجه النهارده، مثلا انت عندك حكم صغير، مثلا حكم عايز تلعبه، حكم انت شايف فيه ان هو حكم كويس وقته انه يلعب، ما تقدرش تلعبه حاليا غير لما ياخد ايه الرخصة بتاعت الفار. الرخصة بتاعت الفار. تمام. طب هرجع للتقنية دي وتأثيرها بقى على
استعادة الثقة والمصداقية. أنا بقى أنا آسف إن أنا بقول إنها أنا أو هقول استكمال المصداقية والثقة ما بين فروع اللعبة سواء جمهور وحكم أو أندية وحكام. حالة التوتر، حالة الشد والجذب اللي كانت موجودة بين أطراف اللعبة وبين الحكم المصري، هل حضراتكم شايفين إنه تواجد الفار أو دخول تقنية الفار تساهم في يعني علاج المشكلة، في إنه مستوى الثقة والمصداقية للحكم المصري يرتفع في الفترة اللي جاية، إن إحنا ما نشوفش في أي مباراة بتقام بين فرقتين مصريين حكام أجانب أو حكام عرب مرة تانية، ولا هتفضل الموضوع أو الإشكالية دي موجودة معنا باستمرار؟ كابتن ناصر. بص كابتن أحمد، بتتكلم في نقطة بنقول عليها الثقافة التحكيمية أو الثقافة الرياضية. إزاي إحنا نوصل الثقافة؟ يعني هقول لك على حاجة مهمة جدا. كابتن أيمن اتكلم في رخصة الفار. في كتير من الأندية واللاعبين والمدربين ما يعرفوش ان النهارده ان الحكم مفترض ان هو ياخد 3 رخص. يعني ايه رخصه للحكم الملعب؟ لو الحكم ملعب ما خدش الرخصه الثانيه اللي هي بتاعه الفار ما يحكمش فار. عشان يحكم فار يبقى ياخد كمان رخصه الفار. اوكي تمام حضرتك. اذا النهارده في كتير من الانديه او من اللاعبين القانون ذات نفسه في مشكله. كابتن احمد انا حضرت القانون ايه فنون؟ قانون متعلق بايه؟ قانون كره القدم. ثقافه القانون مش موجوده، بمعنى مش موجوده إيه؟ عند بعض اللعيبه. يعني ايه النهارده انت بتعترض كمدرب على حاله من الحاله تحكيميه وانت احيانا بتعترض غلط. كان عندي كورس لرخصه المدربين وكان في كابتن ايمن، كان في حكام، كان في لعيبه من المنتخب كانت موجوده، وسالت بعض الاسئله اللي خاصه بقانون كره القدم. للاسف اللعيبه اللي كانت موجوده طبعا دولت مش ملمه بشكل كامل بقانون. عملت امتحان تريفيا للموجودين. للاسف ما حدش عدى الاختبار اللي هو الخاص بالقانون. اذا النهارده بتكلم انت بتعترض، طب انت حضرتك قريت القانون؟ عرفت تفاصيله؟ دي نقطه مهمه جدا، مهمه جدا، انه على الانديه انها ترفع مستويات الوعي عند اللعيبه بتاعتها بمواد القانون. احنا كنا في لجنه الحكام عرضنا اكثر من مره للانديه، من فضلكم احنا عندنا تعديلات اللي هي خاصه بالقانون، كل سنه بيبقى فيه تعديلات. ايوه احنا تحت امركم هنبعت ايمن او هنبعت ناصر او استاذ احمد هيجي يشرح التعديلات للعيبه ويشرحوا كمان القانون بالمره للاجهزه الفنيه، للاجهزه الفنيه او للاعبين او لاي حد ممكن نادي او ناديين يردوا عليك. ايوه والباقي لا. فاذا انت النهارده في مشكله عندنا الثقافه، الثقافه غير موجوده. ده دور الانديه اللي كنا بنتكلم عليه في البدايه بالظبط. يعني ده جزء من دور الانديه الحقيقه، لان يعني في ادوار تانية. انا مره رحت العب مباراه، وخلينا بس نخرج كده بس شويه صغيرين، بلعب مباراه في كاس ما طلعنيش من الانديه بس لا ما هي في الانديه. اوكي والله في الانديه. ايوه بلعب مباراه في كاس مصر ايمن، وبعدين للاسف كان الملعب بعيد شويه، فانا وصلت بدري. طبعا كنت بروح بدري وبحضر نفسي لان كنت بهتم جدا جدا بالمباراه. للاسف حصل الاثنين المساعدين اللي كانوا موجودين معايا تعطلوا عشان خاطر المواصلات وكده. النهارده القانون بيقول لك انت كحكم ابدا من غير مساعدين. ده في حاجه مهمه ثانيه، ده انا ممكن لو معايا الحكام مساعدين وحسيت ان هم تدخلوا بشكل غير لائق في قراراتي استغنى عنهم، اقول لهم مشكلين ودي المباراه لوحدي، اتفضلوا ودي المباراه لوحدي. ده في القانون موجود. بس لو موجود مش هطلع بصراحه. يعني بصراحه كابتن احمد احكي لك الموقف الجميل دوت. والله الموقف ده حصل، وبعدين بديت انا المساعدين اتاخروا هتعمل ايه. ففي سكور شيت اتفضلوا يملوا السكور وملوا، نزلت فرقتين سخنوا، نزلت رحت عامل ستاف ودخلت لقيت رئيس نادي دخل قال انت بتعمل ايه؟ قلت له انا هلعب المباراه. قال ازاي تلعب المباراه لوحدك ازاي؟ ده رئيس نادي اللي بيكلم حضرتك. رئيس نادي. ايوه رئيس نادي. قلت له طبقا للقانون انا ادير المباراه ما فيش مشكله خالص. لا 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 الكلام ده احنا ما شفناهوش خالص، ما شفناهوش في حياتنا ولا هنوافق ومش هنلعب. ده رئيس نادي. قلت له حضرتك قدامك بالظبط كده 5 دقايق انا بقول لك ده القانون، والقانون يديني الحق ان انا ابدا المباراه لوحدي. انا بديك بس جزء صغير من القانون. ايوه قال لي مش هلعب. قلت له خلاص. المهم قعد 5 دقايق التشاور بتاعه. المهم ايه نزل بالفريق ولعبت المباراه، تقريبا لعبت شوط ونص وانا بلعب لوحدي من غير الحكام المساعدين، وفوجئت ان هم في اخر ربع ساعه تقريبا او ثلث ساعه الحكام المساعد وصلوا وكملوا. انا عاوز دي معلومه يعني يمكن خارجه مش من ناحيه فنيه قوي في القانون، ولكن دي موجوده في القانون كتير. يعني الناس بتستغرب ليه. ايوه لا تعالى النهارده عندنا 17 ماده في القانون.
عندنا تعديلات اتحدى ان في ناس كتير ما عرفهاش. تعديلات القانون خاصه لمسه اليد وبحارس حاجات كتيره لو قعدنا نتكلم فيها. أيوة. لابد النهارده يكون في ثقافه عندنا تحكيميه كابتن احمد للمدرب الاداري الانديه كلها رؤساء الانديه صحيح. الجمهور كمان لا حاجه بيكلمني برضو ويمكن كابتن ايمن يهمني اسمع رايك في الجزئيه دي على الامور اللي ممكن تبقى بسبب نقص وعي او ادراك معين ببعض تفاصيل القانون التحكيم. لكن في اوقات كتيره جدا بنشوف وبالتاكيد حضراتكم مريتوا بده او واجهتوا مواقف شبه دي جوه الملعب بيبقى في حالات حتى قبل ما يكون في اخطاء تحكيميه مش عارف اسميها ايه انا احطها بين قوسين كده ضغط على الحكم او ارهاب من قبل ما الماتش يعني بنشوف اوقات كتيره جدا الناس بتعترض على اسماء حكم معين بمجرد ما الحكام بتعينه لاداره مباراه بعينها مثلا او بنشوف اوقات كتيره جدا مسؤولين في انديه يعني مش بتكلم على رئيس نادي فقط انا بقول ممكن اقول على مستوى المدير الفني على مستوى رئيس او مدير الكوره بيعلقوا مثلا يعني اخفاق معين او نتيجه معينه على شماعه التحكيم وللاسف الشديد ما بنشوفش حاجه تحمي الحكم من ده ما بنشوفش عقوبات متعلقه بانها تحفظ هيبه الحكم او تدي حصانه معينه للحكم وهو من قبل ما يؤدي مهمته انا بتكلم حضراتكم على مواقف حصلت قبل ما المباراه تبدا بص يا استاذ احمد هو بالنسبه للحكم مبدئيا يعني ان انت المفروض ان عندك مباراه من مصلحتك ان انت كحكم تبعد عن الميديا خالص تبعد عن الكلام ده الحته اللي انت قلت عليها ان بعض الانديه على فكره بتحصل من الانديه كتير يعني حته ان انت بيعلن اسم حكم فبيحصل ضغط الامور دي بالنسبه لاي حكم طبيعيه على فكره يعني لان دي متأثرش من المفترض ان الحكم اللي هو شخصيته قويه الحكم اللي هو اي اللي حكم لازم يبقى شخصيته لا ما انا بالظبط ما انا بقول لك انا بقول لك ما انا ما خلينا بس خلينا اكلمك المفترض المفترض لا لا هقول لك حاجه اللي كل اللي يعني كلنا مش زي بعضينا يعني يعني كل يعني الشخص الشخصيه بتختلف من حكم لحكم تمام ممكن انا اتاثر واخد بالك ممكن حضرتك ما تتاثرش ممكن كابتن ناصر ما يتاثر احنا نتكلم هو مفيش نتكلم نفسي نتكلم في هي دي بقى انت كنت لسه كنت انا جاي لك فيها بقى حته الاعداد النفسي دي عندنا شويه الفتره اللي جايه باذن الله وجود الكابتن وجيه والدكتور عزب والحته دي انا اتكلمت فيها يمكن كتير جدا حته الاعداد النفسي دي يمكن احنا ما اشتغلناش عليها كويس يمكن انا كنت موجود في كاس العالم في كولومبيا الموضوع ده مهم جدا 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 يعني كنا قبل ما نروح مباراه بيبقى ليك ميعاد مع المعد النفسي انت والطقم بتاعك بتروح له ليك ميعاد بتخش عنده الغرفه بيتكلم معاك قصه الكلام ده احنا لازم احنا كتحكيم عموما ما تطبقش عندنا لا ما تطبقش الاستعداد عشان نتكلم بصراحه يعني فاحنا لازم نزود الموضوع ده الاعداد النفسي يمكن يعني البدني شغالين زي ما قال الكابتن نصر وقال فني الموضوع ده مهم جدا لان احيانا ممكن حكم يتاثر بالضغوط عليه ممكن دي هتاثر على قراراته نتكلم بالمنطق هتاثر على قراراته في الملعب ممكن حكم يعني احنا الفتره اللي فاتت الجيل اللي موجود ده في مشكله في رجوع الجماهير الجيل اللي موجود ده ما لعبش وسط يعني قليلين منهم اللي لعب وسط جماهير احنا كنا بنلعب كان الاستاد بيبقى مليان بيبقى مليان بقى لنا فتره مثلا الحكام دي ما لعبتش ده هل الحكام دي لازم نعمل لها استعداد عشان لو رجع الجماهير الضغط الجماهيري ده هيبقى بالنسبه لهم جديد اللي نسبه كبيره منهم هيبقى جديد كل فزي ما انت قلت حضرتك الاعداد النفسي ده مهم جدا لان في النهايه اللي هو المفترض ان اي حكم ما يتاثرش باي ضغوط حواليه هو ده بينطبق على الجمهور المصري بس ولا انتوا بالتاكيد حكمتوا يعني في افريقيا كتير يعني تعرضتوا لمواقف صعبه عموما الضغوط بتبقى انت كان ليك موقف تهالف في تونس مع الترجي كنت بتحكم ماتش الترجي كابتن ايمن الاول انا حكمت ماتشين ديربي الترجي والنجم الترجي والنجم حكمته مره مع الكابتن عصام عبد الفتاح ومره مع الكابتن سمير عثمان يعني تمام. الديربي فطبعا مش عايز اقول لك يعني الضغط بيبقى توانسه انا عارف جمهور مش عايز اقول لك مش يعني انا مثلا كنت بلعب في ماتش في النجم والترجي ومش عايز اقول لك الضغوط رهيبه يعني ايوه الضغوط رهيبه لازم تتعرض لموقف صعب في الملعب بتتصرف ازاي انت في ماتش الترجي ده جمهور يعني هاجمكم وبتقلي حدف عليك انت شخصيا لا هو انت عايز تجيب القصه دي ده الكابتن سمير قال لك اكيد لا هو في الحقيقه في نهايه المباراه كان النجم الساحلي كسبان كان كسبان 1-0 يعني ايوه بركله جزاء يعني صحيح احتسبها الكابتن سمير وعثمان يعني فهم بيحدفوني بالعمله المعدنيه اللي عندهم فابتدت ايه الماتش قرب يخلص فعمالين يحدفوني بالعمله فكل شويه تيجي فيا فالمهم جاء طبعا ايه بقيت عماله تيجي من جنبي وانا بقيت بصراحه لان العمله هتيجي مثلا في دماغك ايوه
فالحمد لله عدى الموقف يعني على خير، والحمد لله خرجنا على خير. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك كابتن ناصر. اتفضل. هو تسمح لي بس حضرتك يمكن سريعا بس حديث نقطه مهمه جدا وهي المودرن فوتبول تحكيم او كره القدم الحديثه. حضرتك يمكن دايما بيتكلم على الدعم النفسي مهم جدا، ولكن النهارده بنتكلم في حاجه مهمه جدا، ازاي تجيب الحكم قبل المباراه وتقعد وتجيب المباراه اللي هو هيلعبها. حضرتك بتتكلم انت كلجنه حكام؟ اه. تجيب النادي الاهلي مثلا هيلعب النادي الاهلي مع نادي الزمالك، بتجيبه وبتخليه يقرا يشوف المباراه. النهارده التحكيم الحديث انك انت تقرا قراءه لعب وطرق واسلوب الفريقين عشان تبدا انت كحكم تعمل استراتيجيه على هذا الكلام. أيوه. يعني انت بتجيب المباراه بتشغلها وبتشوف المباراه ديت كحكم وبتشرح للحكم ازاي يتحرك وازاي يبقى عارف طرق النادي الاهلي بيلعب بأني اسلوب، النادي الزمالك بيلعب بأني اسلوب، وبالتالي انت كحكم كمان ليك استراتيجيه صحمك بتشتغل عليها. النهارده التحكيم النهارده مش بقى اي حاجه، النهارده التحكيم بقى علم، بقى قانون، بقى تدريب، بقى ناحيه فنيه، ناحيه بدنيه، ناحيه نفسيه مهمه جدا جدا، كوكتيل حاجات جدا جدا عشان الحكم يبقى حكم يصلح ان هو يكون. واللي وصلت له من خلال لقائي بحضراتكم ان احنا في مقدمات تبشر بانه الموسم لما يعني يبتدي او يستكمل مره ثانيه كل المقاومات جاهزه انه نكون امام موسم تحكيمي على اعلى مستوى. الكابتن وجيه مش مجامله ولا حاجه. أي. هو طبعا صديق ليا ومحاضر زميل ليا والدكتور عزب يمكن دفعتي، هم طبعا لم يكلوا ابدا ولم يأنوا في ان هم وقفوا مع الحكام بشكل كويس قوي في الفتره اللي فاتت. احنا النهارده دور الحكام المفروض النهارده استاذ احمد دور الحكام يرد على كل اللي اتعمل قبل الموسم الحالي من تدريبات. نتمنى ان شاء الله النهارده وده اللي بنتمناه ان شاء الله كل التوفيق لكل حكامنا. والحقيقه يمكن زي ما قلت واحد من اهم عناصر تطوير منظومه الكره في مصر بشكل كبير. نتمنى الحقيقه انه يكون موسم اكثر استقرارا، واعتقد يعني انه كل المؤشرات بتقول حتى مع وجود الفار انه ان شاء الله باذن الله مش هيبقى في مشاكل على اقل تقدير من الناحيه التحكيميه. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا كابتن ايمن دجيش، كابتن ناصر عباس، شرفتونا ونورتونا في السادسه. كل التوفيق لكل الحكام المصريين. بشكر حضراتكم على متابعتنا ونقابل حضراتكم بكره ان شاء الله في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.